سلام عليكم وتحية طيبة مني إليكم في هذا العدد الجديد من سلسلة الجنسية الفرنسية تحت ضوء النصوص القانونية الجديدة. وفي هذا اليوم سنتحدث بالتحديد على الوثائق المطلوبة في ملف الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج La nationalité française par mariage. دونك أول شيء اللي نروح له كالمعروف وكالمعتاد هو الاستمارة الفورمولير. Formulaire, في هذا الشأن سي 15277 étoile 03 لازم عليك أنك تقوم بإملائه بطريقة واضحة وكتابة مفهومة بدون أن تنسى تاريخ وكما يقولوا الإمضاء. هذا شيء أساسي في كل طلب مهما كان نوعه في فرنسا، يعني كل طلب كل موضوع وله استمارة خاصة. وفي هذا الشأن هذا هو سكون أبل الفورميلير الخاص بالجنسية الفرنسية عن طريق الزواج. وهذه الفرصة بتعرفوا الارتيكل الخاص بهذا القانون، الارتيكل 21-2 دي كود سيفيل، هو اللي يمنح لك ويعطيك الحق بتتحصل على الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج. طبعا أضيف في هذا الفيديو معلومة جديدة، وإذا كان يعني في الشروط المطروحة واللي شرحتها في الفيديو السابق أنك يمكنك أن تطلب الجنسية مباشرة بعد عقدك للزواج، ولكن هناك وثائق تطلب منك أن تكون قادمة على الأقل 3 أشهر فما أكثر. يعني رغم هنا أني أرى تناقض في القانون الفرنسي، من ناحية الشروط يقول لك أنك يمكنك أن تطلب الجنسية مباشرة بعد عقدك للزواج مع فرنسي أو فرنسية، ولكن عندما نذهب إلى الوثائق المطلوبة فهناك وثائق تقول لك يجب أن تمتلكها على الأقل تكون 3 شهور، وخاصة عقد الزواج لازم يكون قديم 3 شهور فما فوق ذلك. والقائمة اللي طرحتها هي قائمة أخذت من الجريدة الرسمية الفرنسية، يعني ما هيش من مواقع هكذا وإنما قائمة رسمية ولا نقاش في ذلك حسب السلطات الفرنسية، لأنها مأخوذة من الجريدة الرسمية وقمت بمراعاة جميع الشروط الجديدة المأخوذة في هذا الشأن. دونك بعد هذا الفورميلار كي تعمرو توجدو لازم يكون عندك تثبت تواجدك في الأراضي الفرنسية وتثبت مقر سكنك، ومن المستحسن الإثبات يكون باسمك واسم الزوجة في نفس الوقت. يعني في فرنسا يمكن أن تقوم بكراء منزل على أساس أنك متزوج مع زوجة فرنسية أو مع زوج فرنسي، شهدت مثلا الباي لوكاسيون يكون باسمكما، لي سيرتيفيكات دو سكون أبل لي كيتونس دو لوايي باسمكما، شهادة الكهرباء أو الغاز سيرتو لي تروا ديرنيير يكونوا أيضا باسمكما من المستحسن، أو باسم صاحب الطلب من المستحسن. كوبي انتيغرال دو فوتر اكت نيسونس، يعني كوبي انتيغرال لشهاده ميلاد الخاصه بك او بك اختي، ولازم يكون صادره من طرف البلديه الميلاد. يعني اذا كنت الازدياد تاعك في الجزائر او تونس او المغرب يجب ان تكون هذه الشهاده صادره من المصلحه المدنيه في مكان ازديادك، وتكون اصليه باللغه الفرنسيه او تكون باللغه العربيه وتكون مترجمة. يعني إذا كانت باللغة العربية عليك أن تقدم الاثنين، الوثيقة التي منحت باللغة العربية وتضيف إليها الوثيقة التي قام بترجمتها مترجم رسمي معتمد. ثم يجب أن تكون في هذه الشهادة معلومات خاصة بالوالدين تاعك، يعني الوالدين الأب والأم، الاسم واللقب وتاريخ ميلادهما. إذا لاحظت أن في تونس عندما تمنح لك شهادة ميلاد فيتم وضع اسم الأب، اسم الأم، تاريخ ميلادهما إلى غير ذلك. أما في الجزائر يتم وضع فقط الاسم واللقب للأب والأم ولا يوضع تاريخ ميلادهما. وإذا كان شهادة ميلاد اللي راهي بين يديك وحبيت تقدمها لا تمتلك المعلومات الخاصة بالأب والأم، ما عليك إلا أن تضيف شهادة ميلاد الأب، توجور كوبي انتيغرال شهادة ميلاد الأم، شهادة ميلاد الأم أضف إلى عقد زواجهما في حال ما إذا كان لا تمتلك شهادة ميلاد تحتوي على هذه المعلومات. ثم عليك أيضا بمعلومات أخرى، كوبي انتيغرال دو فوتر أكت دو مارياج دو موان دو تروا موان. هنا هناك تناقض،
يعني القائمة المطلوبة يجب أن تكون هناك ثلاث شهادة عقد زواج مع الفرنسي أو الفرنسية لمدة أكثر من 3 أشهر، رغم أن الشروط المطلوبة في القائمة الرسمية للجريدة الرسمية تمنح لك الحق في طلب الجنسية بدون انتظار مدة 3 أشهر. هناك تناقض، ولكن لا بأس في ذلك. المهم أنتم تعلمون الآن أنه عليكم أن يكون عقد الزواج تاعكم قديم على الأقل 3 أشهر فما فوق ذلك. Donc tout document prouvant que la communauté هذه يعني la communauté de vie sont effectives. حتما إذا كان كنت متزوج قبل ما أن تتزوج مع هذه الزوجة الفرنسية عليك أن تقدم المعلومات حول الزوجة الأولى وطلاقك وأبنائك قبل زواجك بهذه الزوجة، ثم أبنائك إن كان لديك أبناء مع هذه الزوجة الفرنسية أو الزوجة الفرنسية. Certificat de nationalité française بالنسبة للزوج أو الزوجة الطرف الثاني الذي يمتلك الجنسية والذي تريد أن تطلب من خلاله الجنسية الفرنسية، أيضا شهادة ميلاد أكت ديتا سيفيل توت دوكيمون اللي عنده يثبت أنه فرنسي، فيما ذلك شهادة الحالة المدنية إذا كان عنده كوبي دو باسبور فرنسي كارت دونتيتي كوبي دو با سكون أبل كارت دونتيتي تاعو إلى غير ذلك من الوثائق التي تثبت أنه فرنسي. أيضا إذا كان احتمل الأمر يجب عليك أن تقدم شهادة كوبي انتجرال دي زاك دو نيسونس دو فوز انفون مينور اترانجي، إذا كان عندك أبناء ليسوا فرنسيين من زوجة أولى مثلا عليك أن تقدم شهادة الميلاد الخاصة بهم، وإن كانوا يعيشون هنا معك بفرنسا عليك أن تقدم كل ما يمتلكون من وثائق إذا كانوا في حالة قانونية مثل شهادة المدرسة شهادة التمدرس الخاصة بهم لسيرتيفيكات ريزيدونس إلى غير ذلك من الأشياء. أيضا الشرط رقم 8 يقول لك إذا كنت متزوجا وكنت تعيش هنا لمدة أكثر من 5 سنوات وتزوجت لمدة أكثر من خمس سنوات عليك أن تقدم في الرقم هذا 8 عليك أن تقدم الكثير من المعلومات. فمثلا إذا عند دخولك إلى الأراضي الفرنسية قدمت بطلب اللجوء عليك أن تقدم الوثائق الخاصة بهذا الطلب، إذا كان دخلت بتصريح مؤقت autorisation provisoire de séjour عليك أيضا أن تقدم هذه المعلومة وتقدم شهادة التي تثبت أنك دخلت إلى الأراضي الفرنسية عن طريق تصريح مؤقت. وإذا كان عندك دي كونترا ترافاي لمدة 3 سنوات طبعا على الأقل 3 سنوات، إذا كان عندك كونترا دو ترافاي attestation pour l'emploi مثلا لي فاكتور ديليكتريسيتي لي بلوتو بيلتان دو سالير، كل الوثائق التي تمتلكها من ناحية الحالة المهنية الخاصة بك لازم عليك أنك تقدمهم، سي لوجيك إذا كان عندك هذه الوثائق من المستحسن أنك تزيد تقدمهم. أيضا في نفس السياق وإذا كان كنت تقيم بالخارج يعني خارج فرنسا وزوجتك أيضا تقيم خارج فرنسا عليك أن تقدم certificat d'inscription de votre époux française au registre des Français établi hors de France pendant la durée de votre هذا يخص إذا كنت مثلا زوجتك فرنسية وراكم عايشين في الجزائر مثلا ولا راكم عايشين في تونس طبعا بطبيعة الحال أو في المغرب بطبيعة الحال الزوجة بما أنها فرنسية عليها أن تتقدم إلى القنصلية التابعة للبلد الذي تعيش فيه وتقوم بإجراءات قانونية واللي يعطيه لها certificat d'inscription يعني في الريجيستر دي فرونسي إتابلير أور دو فرونس الموجودين خارج فرنسا. وإذا كان عشت مدة معينة في أي دولة من هذه الدول عليكم إلا تقديم الأدلة التي منحت لكم من طرف القنصلية آنذاك. أيضا عليكم إثبات المستوى وأنكم تتحدثون اللغة الفرنسية بشكل جيد، ويستثني البعض من هذا الدبلوم كما يقولوا لو بي ان اذا كان مثلا في عمرك اكثر من 60 سنة فلا تحتاج الى شهادة تثبت انك لديك مستوى، وانما
سيتم اختبارك عن طريق المقابلة لونترتيان بور لا دوموند ناسيوناليتي في حالتين، في حالة ما إذا كنت أكثر من 60 سنة، أو في حالة ما إذا كنت معاقا أو مريضا عن لديك مرض مزمن، فهذا لا يؤهلك مباشرة إلى مقابلة بدون إحضار أي وثيقة أو أي شهادة تثبت أن مستواك جيدا في اللغة الفرنسية. أما إذا كان عمرك يتعدى 70 سنة، وخاصة إذا كان لديك الستاتيو دو ريفوجي، يعني سكون أبل اللجوء، أو كنت تعيش بفرنسا أكثر من 15 سنة، فهذا لا تحتاج لا إلى مقابلة ولا تحتاج لا إلى شهادة تثبت ذلك. دونك أيضا انتيريور كوبي انتيغرال دي زاك دو مارياج اي توت دوكيمون جيستيون لور دي سوليسيون، يعني في حالة ما إذا كنت متزوجا عدة مرات عليك أن تحضر لزاك دو مارياج تاعك القدم مع الزوجات اللي طلقت معهم، وزائد تحضر شهادة طلاق اللي طلقت معهم. لازم تثبت أنك لم تعود متزوجا أو لم تعود بعلاقة تربطك مع شخص آخر غير هذا الفرنسي. طبعا دائما هذه الملاحظة تؤخذ بعين الاعتبار، جميع الوثائق يجب أن تكون مطروحة باللغة الفرنسية، ويجب أن تكون أصلية، وإن كانت بلغة أخرى فعليك أن تقوم بترجمتها من طرف مترجم رسمي وتقوم بتقديم هذا الملف. أقول لكم تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم، وتابعوا معي في العدد القادم بحول الله في هذه دائما السلسلة الخاصة بالجنسية الفرنسية تحت ضوء القانون والنصوص التشريعية الجديدة. تحية طيبة مني إليكم جميعا، ولقائي معكم مرة أخرى.